عندي باكت لازانيا، وباكت اللازانيا دوت هنستخدمه ني، وايا كان النوع اللي بتحبيه انا مش فارق معايا، رخيص غالي ماركه معروفه ماركه مش معروفه ما عنديش مشكله. يفرق امتى ان هو يكون ماركه معروفه والخامه بتاعت المكرونه نفسها او العجينه نفسها كويسه لو انت هتسلق اللازانيا. طيب حته ان انا اعمل اللازانيا ب ب ب وانا سلقاها ده موال، وانا ما بحبش بصراحه الهلكه في المطبخ. بمعنى ايه؟ ان انا مش عايزه اعمل اكل وفي نفس الوقت اهلك نفسي، فابدا على ما اغير ما اخلص الوصفه الاقي تل مواعين كبير قد كده، والاقي بعد كده انا مهلوكه، فانا ما بحبش كده. لا، اطلع صنف مظبوط على الشعره بس في نفس الوقت ما استهلكش مواعين كتير. انا بتكلم وسايبه لكم المقادير على الشاشه علشان تصوروها او تكتبوها، علشان ما حدش يقول لي انا ما لحقتش اكتب المقادير، فاكتبوها براحتكم على ما اتكلم على موضوع اللازانيا. طيب حته ان انا اشوف ان اللازانيا ديت او باكت اللازانيا ده غالي او رخيص، ماركته معروفه مش معروفه، انا ما بيفرقش معايا، لان في كل الاحوال ما بعملش اللازانيا مسلوقه، انا بعملها زي نيه زي ما هي كده. هتستوي؟ اه ده بجد. اه انا مش عامله نسخه من اللازانيا، انا مش عامله نسخه من اللازانيا، فاللي هيتعمل قدام حضراتكم النهارده هتشوفوه هو مستوي وبيتقطع وتمام وزي الفل. طيب في اساسيات علشان اعمل اللازانيا وتطلع معايا مظبوطه ومستويه على الشعره من غير مسلوقه. طيب نيجي الاول كده بنتكلم مع بعض اكنها فضفاضه ستات، ونقول لو انا بعمل لازانيا وجارتي بتعمل لازانيا واحنا الاثنين قاعدين قصاد بعض، وانا بعملها نيه وهي بتعملها مستويه. طيب اللي بتعملها مستويه هوريكم الفرق بين ده وبين ده. اللي بتعملها مستويه هتقول لي مثلا ايه، انا بقوم الاول. نعم، المقادير معانا على الشاشه زي ما هي، انا مش هتكلم عنها، انا هتكلم عن اللازانيا عشان يبقى عندهم وقت ان هم يصوروها او يكتبوها. هنيجي دلوقتي جارتي اللي قدامي بتبدا ان هي تسلق اللازانيا، قاعده بتقول لي الوصفه بتاعتها، بتقول لي ايه، انا بجيب اللازانيا نوعها كويس جدا، فعشان يبقى نوعها كويس جدا وما تلزقش في بعضها وهي بتتسلق، فبدفع ممكن ضعف الباكت اللي انت هتعمليه ني. طيب دي اول حاجه تخليني ما اعملش اللازانيا ان انا اسلقها، ان الباكت بتاعها لازم يكون نوع معين او نوع مميز ونوع غالي، علشان النشا بتاعه المكرونه نفسها او النشا بتاعه اللازانيا نفسها او العجينه نفسها ما تبداش ان هي تلزق في بعضها. طيب اول خطوه ادي كده دفعت فلوس كتير. تاني خطوه بسلق اللازانيا وبحط في الميه شويه ملح وشويه زيت، ولازم اقف قدامها علشان ابدا ان هي مجرد ما تطرى هتبدا تلزق في بعضها، فلازم افرطها. ادي واحده خطوه تمام، وخطوه تانية هتاخد منك وقت ومجهود وشغل زياده على النار. طيب ثالث خطوه تقول لك ايه، بعد ما بسلق اللازانيا لازم اكون محضره بوله فيها ميه ساقعه، علشان اطلع اللازانيا من الميه السخنه احطها في ميه ساقعه وافرطها علشان ما تلزقش في بعضها. ادي ثالث خطوه، وده انا بالنسبه لي مجهود كبير قوي عشان اعمل طاجن لازانيا. الخطوه الرابعه، لازم اما اطلع بعد شويه، لما اطلع المكرونه او اللازانيا من الميه السخنه للميه الساقعه، لازم اكون محضره فوطه بره على صاج او على طبق، علشان اروح شايلاها من الميه الساقعه حطاها على الفوطه دي علشان ما تبش زياده وما تستويش زياده. خطوات كتير قوي وملهاش اي لازمه، غير ان انت بتستهلكي غاز، بتستهلكي صحتك، بتستهلكي وقت، بتستهلكي فلوس، عشان في الاخر اعمل صينيه لازانيا انا ممكن اعملها وانا عيني مغمضه، اعملها وانا عيني مغمضه في خطوه واحده، خطوه واحده. وهو ده اللي هنقوله دلوقتي، ونشوف ايه الفرق بين دي وبين دي، وليه انا برجح دايما او برشح دايما او مقتنعه دايما ان لازم اللازانيا تتعمل بالطريقه اللي هي النيه ما تتسلقش. ايه اللي يخليني اعمل كل الخطوات اللي انا قلتها دي، ان انا اجيب مكرونه غاليه او نوعها يكون غالي، او ان انا اقف مده على النار اسوي مكرونه وافضل ان انا افرط الحبيبات بتاعتها او الورق بتاعها او الشرايح بتاعتها، وارجع احطها في ميه ساقعه وارجع اطلعها على فوطه، عشان في الاخر انا ممكن اعمل كل ده وتطلع لي صينيه لازانيا او طاجن لازانيا مظبوط على الشعره بتطعيمه في منتهى الجمال في خطوه واحده بس، وانا بسويها على الني. طب ما هي الشريحه دي يا نونا ما هي ناشفه اهي، ناشفه اهي نيه، هسويها ازاي على الني؟ ما عنديش اي مشكله، السوائل اللي احنا هنحطها في اللحمه المفرومه او الصلصه اللي هنحطها في اللحمه المفرومه هي اللي هتسويها، وهتطلع لك التسويه بتاعتها مظبوطه على الشعره من غير ما تعجن ومن غير ما تعملي كل الخطوات دي. يلا بينا نشوف اللازانيا بتتعمل ازاي وبطريقه سهله خالص. طيب عندي هنا على النار حطيت لحمه مفرومه شويه زيت، عايزه تعملي زيت وزبده ماشي، عايزه تعملي سمنه ماشي، عايزه تعملي زيت بس زي ما انا ما عملت كده، ما عنديش اي مشكله. اللي عندك يا ست الكل استخدميه. بدات ان انا اديها صدمه، سخنت الوك بتاعنا كويس قوي او الحله اللي هنشتغل فيها، نزلت باللحمه ورحت نازله عليها بشويه فلفل اسود، نار عاليه ما توطاش،
احنا النهارده بنتكلم على ان لسه عروسه جديده اول مره تعمل اللازانيا في بيتها، وعايزه اقول لها كل تفصيله ما انساش اي تفصيله وهي شغاله عشان تطلع معاها مظبوطه على الشعر. طيب، لحمه بتتعصج على النار، رشه فلفل اسود، العين يا ست البنات تبقى عاليه علشان الميه اللحمه ما تنزلكيش سوائل. نعملها بالشكل ده كده، وحطيت شويه الفلفل الاسود. هبدا ان انا اجيب الكبه بتاعتي وهفرم فيها كل حاجه انا عايزه انزلها على اللحمه، بصل، فلفل، ثوم، صلصه طماطم، فلفل حامي، ايا كان اللي انت عايزاه كله. بس قبل ما اعمل كده هروح حاطه التوابل بتاعتنا على اللحمه علشان انكهها واطلع التطعيمات الحلوه بتاعتها. اقل من نص فلفل اهو حامي علشان ما ياثرش في التطعيمه قوي. لو مش عايزينه تشيلوه طب والله هنشيله. يلا بينا. ونبدا ان احنا نضرب ده كله. بتكك الزرار واحده فرمت كل الكميه اللي انا عايزاها. بتتحكمي في اذا كنت عايزاها فرم خشن او فرم ناعم بدرجه الفرم اللي انت عايزاه. اخد بقى الكميه دي كلها الكبيره دي واروح نازله بيها على اللحمه اللي استوت اصلا معانا. طب انا محتاجه ايه دلوقتي؟ محتاجه ان اللي معايا ده يدبل بالشكل. شايفين الكميه كلها ما شاء الله، اللهم بارك. لو انت بقى بتفرمي على ايديكي كان زمانك ايه قاعده كل ده لسه بتفرمي وبتقطعي، لكن تكت زرار واحده خلصنا اللي بنعمله. عشان كده انا بحب دايما ان انتوا ما تقفوش في المطبخ كتير، انا مش عايزاكوا تقفوا في المطبخ كتير. ابدا بعد كده اعمل كده. معلقتين او الثلاثه صلصه الطماطم. ودي الوصفه الوحيده الوحيده اللي انا لازم احط ميه على اللحمه. ليه؟ علشان انا عايزه يبقى فيها صوص، والصوص دوت هو اللي هنعتمد عليه لتسويه اللازانيا بتاعتنا بالشكل ده كده. بالشكل ده طبعا لسه في عندي البصل ولسه في عندي الفلفل، كل ده هينزل سوائل مع صلصه الطماطم دي. عايزه تحطي طماطم مضروبه ما عنديش مشكله، عايزه تمسكي طماطمتين ثلاثه تضربيهم في الخلاط وتحطيهم مع اللحمه يتسبكوا، انا ما عنديش مشكله في اي حاجه. شايفين انا كده شايفه ان انا محتاجه احط شويه ميه كمان، بس مش دلوقتي، هستنى عليها شويه. ليه هستنى عليها شويه؟ وانتوا كمان تعملوا كده في البيت، لو شفتوا الشكل ده كده ما تستعجلوش تقولوا لا انا عايزاها فيها ميه زياده كمان، انا عايزه شويه صلصه طماطم كمان نروح مزودين ميه. لا، انا عايزاكي تستني شويه علشان ندي فرصه للسخونيه تاثر على الفلفل وتاثر على البصل وتنزل السوائل بتاعته. نعمل كده. ان انا ما عنديش طماطم مضروبه وعندي صلصه الطماطم بس اللي هي البوريه، تدوبيها في معلقه في كوبايتين من الميه وتزوديها، ما عنديش اي مشكله. شايفين؟ هسيبها بقى تبدا ان هي تاخد وتدي. نعم، بتقولي ايه يا رغده؟ اه طبعا رغده بتقولي عادي ان انت بعد ما حطيت لها صلصه بالشكل ده كده تستخدميها في الوصفه الثانيه. اه طبعا هاخد منها شويه وهحطهم بقى. بصوا هنا التكايه او اللي هي ايه الفكره الخبيثه اللي احنا هنعملها. انا عملت دلوقتي اللازانيا، الوصفه الثانيه اللي عندي انا مش عايزاها تبقى ملمقه كده، او مش عايزاها تبقى فيها صلصه بالشكل ده، عايزاها تنشف علشان ما تطريليش اللي انا هحشيه. طب هعمل ايه؟ مميميه يعني يعني ان هي يكون في يعني ان هي يكون فيها ميه كتير او فيها سوائل. هعمل ايه؟ هعمل كده واروح واخده كده. شايفين انا خدت الشويه دول كده تمام، هرفعهم على النار وعايزه السوائل بتاعتهم تنشف. ليه؟ علشان الوصفه الثانيه. فلما تعملي لحمه معصجه وتبدا السوائل بتاعتها تزيد وتقولي انا عايزه استخدمها في وصفه ثانيه، ما عنديش اي مشكله خالص، هناخدها ونحطها على عين وتبدا ان هي
تنشف معانا ونستخدمها عادي. فما تخليش حاجه تقف قدامك يا ست البنات وانت شغاله. الكلام ده لعرايسنا الجداد اللي لسه بيبداوا حياه، وممكن زي بالبلدي كده ما بنقول ايه، يغرقوا في شبر ميه. لا معايا باذن الله ما فيش غرقان، وهتطلعي يعني ست بيت باللحمه بتاعه الوصفه الثانيه. ومش هقول لكم دلوقتي ايه هي، بس المهم ان انا عايزه اوريكم ان احنا نشفناها من السوائل بتاعتها خالص كده، ما بقاش فيها سوائل زي اللي هنسوي فيها اللازانيا. طيب هاجي دلوقتي حاطه على النار حله بتسخن ومحضره الخلاط بتاعنا، وهبدا ان انا اشتغل واعمل البشاميل. البشاميل بتاعنا النهارده عباره عن ايه؟ محتاجه حليب، بسم الله، بالشكل ده كده. هضرب معاه الدقيق على النار في حله بتسخن جدا جدا جدا. حطيت فيها ايه؟ هحط فيها زيت عشان انا عايزه البشاميل بتاعنا يكون دسم، وادي زبده. مجرد ما تسيح هروح ضربه كل المكونات دي كده مع بعضها، مع مثلثات جبنه، شويه من البابريكا، مكعب من المرقه، شويه من الملح، شويه من الفلفل الاسود. كده البشاميل عندي جاهز، فاضل بس ان هو يتضرب كويس ويتحط على النار. بسم الله. ضربنا ضربنا تمام وزي الفل. مضرب سلك، الخلاط بتاعنا في ايدينا، حل على النار، الزبده والزيت اتقدحوا كويس والزبده ساحت، ابدا اعمل كده. بسم الله. بتكت زرار بقى عندي بشاميل. ده مش بشاميل على البارد. على البارد يعني ايه؟ ده البشاميل اللي على البارد. على البارد يعني ايه؟ يعني ان انا خليت كل حاجه اتضربت من غير ما احمر الدقيق. ده ما بيبقاش تقيل زي ما نقعد نحمر الدقيق ونديله التحميره بتاعته وارجع بعد كده انزل عليه الحليب. لا مفيش الكلام ده كله. البشاميل بتاعنا على النار، وتعالى كده يا حمدي هنعمل ايه؟ هاخد حبه صغيرين من البشاميل، وخلوا بالكم ان اللازانيا بتاعتنا نيه. هعمل كده. هو طبعا انا عايزاه لسه يتقل شويه، فعلى ما يتقل هروح واخده منه شويه كده بالشكل ده، واجي كده اعمل ايه؟ اروح رصه اللازانيا بتاعتنا. شايفين؟ طيب وارجع بعد كده. شايفين اللحمه اللي بالصلصه دي؟ هو ده اللي انا عايزاه. انا عايزه اللحمه تبقى على اطراف اللازانيا كلها، علشان السخونيه بتاعت اللحمه والسوائل اللي موجوده في اللحمه هي اللي هتسوي لي اللازانيا، وما تخليش فيها حته نيه وحته مستويه. شايفين بالشكل ده كده؟ انا كده مفيش حته لازانيا ظاهره. ارجع اعمل كده كده. اي نوع لازانيا ما عنديش اي مشكله. البشاميل الناحيه التانية تمام وزي الفل. بصوا بقى في حركه نميسه كده انا بعملها، شايفين؟ حته البشاميل او كبشه البشاميل اللي بتتحط ديت بتفرق كتير جدا. عايزه بقى تعمليها ثلاث طبقات، اربع طبقات، عايزه تعملي نص باكت اللازانيا المره دي وتعملي النص بتاعه المره الجايه، ما عنديش اي مشكله. اللي انت عايزاه اعمليه، واللي انت موجود عندك توظفيه زي ما انت عايزه. بالشكل ده كده. نغطي اللازانيا خالص باللحمه المفرومه. شايفين الشكل والجمال؟ يا روحي يا روحي. ارجع احط كمان طبقه من اللازانيا. وخلوا بالكم ان في بايركس انجلش كيك انا هعمله. كبشه من البشاميل بالشكل ده. شايفين السمك بتاع البشاميل؟ انا مش عايزاه يتقل عن كده للطبقات اللي في النص، لكن على الوش هخليه يتقل عن كده. وانا حاسه يا رغده، انت معايا؟ يا رب دايما. ما حاسه ان انا محتاجه شويه دقيق كمان. او ممكن، عارفه نعمل ايه؟ نحط معلقتين من النشا.
بس هندوبهم بره في شويه ميه ونضيفهم على البشاميل بتاعنا بالشكل ده كده. شايفين انا ما بخليش طرطوفه لازانيا باينه. اخر طبقه دي اللي هحطها، دي ما بيتحطش عليها لحمه يا ست البنات، ما بحطش عليها لحمه، دي بيتحط عليها ايه؟ بيتحط عليها بشاميل بس، بس لما يتقل. يعني انا ممكن اشيل دي كده دلوقتي. ماشي، نسيبه كده لحد ايه ما نتقل البشاميل بتاعنا. طيب هعمل ايه؟ هعمل في ده ومحتاجه انه يطلع سليم وزي الفل. هجيب ورقه زبده وبخاخه وهعمل كده. هعمل بيها ايه؟ اكيد مش هاكلها. بصوا انا عملت ايه؟ جبت بخاخه ورشيت ورقه الزبده. ليه؟ علشان لما اجي اعمل كده واعمل كده تتحط بكل سهوله وتاخد شكل البايركس اللي انا عايزاه من غير ما تبقى واقفه لي بره مش عايزه تتلم. اهو خدت شكل القالب من غير ما اقعد ادخلها واعمل واسوي وتبقى منطوره بره. لا، رشه ميه بسيطه هتلاقي الدنيا تمام وزي الفل. هرجع اعمل في الارضيه ايه؟ حبه من البشاميل الخفيف وارجع اعمل كده واعمل كده. القالب بياخد واحده حتى لو الاطراف بتاعته مش كامله ما اكسرش لازانيا واحطها، بياخد واحده. القالب كبير القالب صغير انا ما عنديش اي مشكله، ما تزوديش ما تزوديش لازانيا، انا عايزاها اللي هو يطلع كده. طبعا لما بيجوا يقدموها في المطعم ما بيقدموهاش حته واحده كده، لا بيقسموها على اتنين. انا مش سامعاكوا على فكره، انا سامعه ان انتوا بتتكلموا لكن مش سامعه بتقولوا ايه. شايفين بالشكل ده كده وتخلصي الطبقات بتاعتك تطلع معاكي مظبوطه، تطلع معاكي زي الفل. السوائل بتاعتها منها فيها، مفيش حاجه اسمها نجيب سوائل. نعم، ما انا مش سامعه. شايفين بالشكل ده كده، مش هحتاج تاني. شايفين انا براعي ايه؟ براعي ان اللازانيا كلها تبقى متغطيه، مفيش تنتوفه لازانيا مش باينه كده. كده خلاص، كده انا مش هكمل تاني، هشيل دول واروح جايبه البشاميل بتاعنا حبه من الميه صغيرين ادوب فيهم معلقتين من النشا واروح رفعهم على البشاميل بتاعنا عشان يتقل. طيب ممكن ان انا احط دقيق بدل النشا؟ اه ممكن، مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله خالص. كده اهو، عينيا الاتنين. حاضر، بالشكل ده كده. مجرد ما حطيت النشا وهو لسه اصلا هو ما اتحطش على النار، انا شايلينه على النار، بدا ان هو يتقل معايا. نرفع، يلا بينا. بالشكل ده السخونيه بتاعت البشاميل دي هتخليه معانا تمام وزي الفل. نونا، هو احنا هنحط جبن عليها صح؟ اه يا ست البنات. هنحطها دلوقتي؟ لا يا ست البنات، امال هنعمل ايه؟ احنا هنقفلها دلوقتي كده بالفويل وندخلها الفرن تستوي معانا، وبعد من 17 ل 20 دقيقه هروح مطلعاها شايله الفويل من عليها واروح حاطه عليها الجبن واسيبها تحت الشوايه.
تسيح الجبن معانا تاكلي احلى لازانيا في الدنيا كلها ممكن تتخيليها. مش عايزه اكتر من كده. نقفل الفويل ونحط في الافران بتاعتنا. حطينا اللازانيا بتاعتنا في الفرن وفي نفس الوقت مشغلين الفرن بتاعنا التاني علشان نيجي نسير الجدل. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب عيش سوري بالشكل ده كده، واهم حاجه يكون طازه 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 علشان ما يكسرش منك ويشعر. طيب هنعمل كده بالشكل ده، فردناه عادي من غير اي افتكاسه ولا في اي مشكله. تمام، هروح جايبه اللحمه المفرومه اللي احنا نشفناها دي. ايه يا رغده دي ايه؟ لا دي ايه؟ حشوه. الله ينور عليكي، وادام في حشوه يبقى ايه اللي عندك في التلاجه كله وظفيه، برافو عليكي. طيب ادي لحمه مفرومه. بالشكل ده كده. مقاديرنا على الشاشه وبتقول ان احنا معانا ايه؟ الحشوه بتاعتنا اللي عملناها في الاول. انا عايزه اطولها شويه. عندي لحمه مفرومه وحطينا عليها فلفل وبصل وايا كان اللي انت عايزاه، والله العظيم يا ست الكل ما فارق معايا. شايفين المنظر عامل ازاي؟ هعمل كده وهعمل كده وهعمل كده. شايفين التبطيطه دي؟ انا محتاجه التبطيطه دي، انا مش عايزاه لون مدور. هعمل كده، بص انا بمسك ايه؟ بمسك من الاطراف واروح عامله كده، طلع لي بالشكل ده. بمسك من الاطراف علشان لما الف يطلع لي مستطيل زي ما انا ما عايز. وهاجي هنا كده وبشويه من الميه كده اهو، واروح عامله كده. اشيل بقى ده كده واروح عامله كده. شفتوا انا عملت ايه؟ تاني وتالت ورابع. الله واحد ملوش تاني. اهم حاجه اللي انا عملته، نحط الحشوه ونبطط. بالشكل ده كده. شايفين انا ببطط ليه وبفرد ليه كده؟ علشان انا مش عايزه اخد مساحه كبيره من الرغيف السوري بتاعنا ان انا اتنين. لا بالشكل ده كده. تمام هعمل كده. شايفين ببطط ازاي وارجع الف من الجوانب بالشكل ده، وهو مبطط كده امسك الاطراف واعمل كده على نفس التبطيطه اللي انا عاملاها. مش عايزه تلزقي من هنا ومفيش حاجه كبيره او مساحه مش كبيره، ما عنديش اي مشكله، ممكن ما الزقهاش واروح شايله كده على طول. بصوا هنا العيش السوري لما بنجيبه كله ما بيبقاش مقاس واحد. طب انا محتاجه ان الرولات كلها تبقى مقاس واحد، اعمل ايه؟ ما عندكيش غير حل واحد بس، اكيد مش هتقولي للراجل اللي انت بتجيبي منه العيش السوري اعمل لي كله مقاس واحد. هو على حسب الفرده بتاعته، على حسب المخده الصغيره اللي هو بيسوي عليها دي، على حسب ما بتيجي معاه. بس انا اقدر اتحكم في حاجه زي كده ازاي؟ ازاي اعمل كده؟ ان انا امسك صينيه مدوره، افرد العيش السوري كله على بعضه واروح حاطه صينيه مدوره واقص على قد الصينيه، فشيء طبيعي ان كله هيطلع لي داير واحد. بالشكل ده كده. شايفين؟ ده بصوا شكله دوت اصلا كده، ولسه احنا ما قصرناش الجدل ولا حاجه. ده احنا لسه هنسير الجدل دلوقتي. لمينا وتحداكوا ان ده هيكون الوصفة المعتمدة عندكم في رمضان. رمضان لازم كل يوم سمبوسة، احنا كبيت يعني عند ماما لازم كل يوم سمبوسة، ما ينفعش رمضان من غير كل يوم سمبوسة. تمام؟ فباللي احنا بنعمله ده هنغير المفهوم ده خالص. اخر واحد هيتعمل علشان انا عايزه الصاج كله. واحد ما انا اخر واحد ده يتعمل اصلا.
الفرن عندنا شغال على درجة حرارة ما هو اخر واحد للصاج. عندنا درجة الفرن بتاعتنا شغالة على 200، على 200. ليه؟ انا ما عنديش حاجة تستوي، انا كله مستوي، العيش مستوي واللحمة اللي جوه مستوية، وحتى لو حضرتك حاطة حشوة ايا كان، هتحطي جبن مع زيتون، هتحطي بسطرمة وبيض، هتحطي فراخ، اهم حاجة الحشوة تكون مستوية، ما تحطيش فراخ نية ولا لحمة نية ولا الكلام ده كله خالص. تمام؟ تمام. عملت كده وارجع بعد كده اعمل خليط. ايه الخليط ده؟ خليط هدهن بيه الوش بتاعنا عشان اوريكي دلوقتي احنا هنعمل ايه. ادي بيضايه، شويه من الحليب، سنه من الفلفل الاسود، وسنه بسيطه جدا شعره كده من الملح. ارب ده كله مع بعضه، بالشكل ده ربيته كده، وارجع بعد كده اجيب فرشه وادهن. سؤال مهم، وممكن تكون ست الكل بتتفرج عليا دلوقتي وبتقول في دماغها، طب هو اللي انا عملته بالحشوه الحادقه دي ينفع اعمله حشوه حلوه؟ يا روحي، يا سلام بقى في رمضان وتحشي عجوه، يختي في منتهى الجمال. يا سلام لو تحشي بسبوسه وكنافه مع بعض ومكسرات، يا نهار ابيض على الحلاوه. يا سلام لو نحشي اي فاكهه مع بعضها كده مقطعه صغيره ونحط لها كده صوص شوكولاته ونحشيها، يا نهار ابيض على الجمال. وبدل رشه الفلفل الاسود والملح اللي احنا عملناها دي نحط رشه فانيليا. دهنا بالبيض، نيجي بقى بالسمسم وغرقي، وانا اللي بقول لك اهو غرقي. سمسم ني، سمسم متحمص ما عنديش مشكله، بس حطيه ني علشان على ما ياخد اللون جوه وعلى ما البضايه تستوي، لان لو متحمص ما وعلى ما خدت سوى البضايه اللي انا حطاها على الوش هنلاقيه ان هو اغمق زياده. شفتوا الشكل عامل ازاي؟ انا مش عايزه اكتر من كده. هنحط في الفرن ياخد ايه؟ انا ياخد تسويه البيض تحت الشوايه. شايفين انا مقربه الشبكه ازاي؟ انا مقربه الشبكه من فوق، مش دلوقتي، مقربه الشبكه من فوق قوي تحت الشوايه، ياخد اللون البضايه اللي احنا دهنا بيها تستوي، السمسم يتحمص، هوب نطلع كل حاجه ونبدا بقى نقطع كده، وهتشوفوا التقطيعه هتبقى عامله ازاي. يلا بينا، هو في يلا بينا. ماشي، النهارده ده لما يطلع من الفرن هتشوفوا صنف عالمي عالمي، من غير دهان كتير ولا سمنه ولا زيت ولا زبده ولا الكلام ده كله، ولا ان انت تعجني وتفردي ولا الكلام ده. هو انا ينفع بدل العيش السوري ده، ينفع بدل العيش السوري اجيب الجلاش واعمل نفس اللي عملتيه ده؟ طبعا ينفع، طبعا ينفع، ما عنديش اي مشكله خالص، هيطلع معاكي زي سامعين. شايفين؟ بص المنظر عامل ازاي؟ شفتوا الشكل عامل ازاي؟ احلى بكتير بكتير بكتير، علشان في ناس بتستصعب لفه السمبوسه، فانا متهيألي يعني وفرت عليكم. ايوه رغده بتقول لي وكمان احلى من الجلاش، علشان تحس ان في توريقه جوه كده ماسكه نفسها، ما مش سهله يعني. شايفين؟ بتقدميه بقى كده بالشكل اللي انت عايزاه، يكفي القرمشه بتاعته ويكفي المنظر بتاعه والسمسم اللي على الوش. عشان كده قلت لكم نعمله سمسم ني، مش سمسم محمص.